أبدأ معك ريمي، يبدو بأن هذا الهدوء الحذر لوقف هذه الضربات على الأقل خلال اليوم يمهد لشيء ما. في الحقيقة نعم ماريا، كما ذكرتي هدوء حذر يسيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ يومين، ليل الجمعة وحتى هذه الليلة، لا غارات ولا تحذيرات، ولكن ليس بالضرورة هذا الهدوء هو الذي يكون يمهد لاتفاق أو لما يجري إن كان تسريبه من الجانب الإسرائيلي وحتى ما يردده وأيضا يسربه الجانب الأمريكي، ولكن الأكيد أن هناك محاولة للوصول إلى وقف الإطلاق النار. تبقى حتى هذه اللحظة محاولة لإحداث خرق ما في جدار الأزمة تؤدي إلى وقف لإطلاق النار. بحسب بعد التسريبات عن صحيفة إسرائيل يهوم، كما تعلمين عن هذا التسريبات عن احتمال أن يكون هناك اتفاق، بطبيعة الحال كان هناك ردود من الداخل اللبناني، لا سيما المواقف التي قالتها مصادر مقربة من حزب الله، أنه هذه البنود بداية ليست جديدة والجانب اللبناني اطلع عليها، وأن حزب الله بحسب هذه المصادر التي أنقل عنها حزب الله يوافق على معظم الشروط التي وردت فيها باستثناء فقط بند واحد يتعلق بالتدخل الإسرائيلي في حال رأى أن هناك أي انتهاك، وهذا الأمر الوحيد الذي يرفضه حزب الله بحسب هذه المصادر المقربة من حزب الله. هذا لا يعني أنه في حال وافق حزب الله سنكون أمام وقف لإطلاق النار، هي لازلنا بحسب معظم المتابعين أمام فترة صعبة قد تمتد إلى حين وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ولكن هناك محاولات وإصرار إن كان من قبل ترامب وحتى من قبل إدارة بايدن على المحاولة مرة جديدة للوصول إلى اتفاق يؤدي أقله إلى الذهاب إلى هدنة ربما تبشر أو تمهد لوقف لإطلاق النار يحصل فور وصول ترامب إلى البيت الأبيض. كل هذا إذن هي ما تزال في إطار المحاولات، ولازلنا نتحدث عن مساع وجهود من كل الأطراف، إن كان اللبنانية والأطراف الأخرى المعنية بوقف إطلاق النار.